أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بالفقرة الأسرية اليوم، ورح يكون معنا الخبيرة التربوية تسنيم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة. أهلا أسيلة. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير بهم الأباء والأمهات، وانتشر كتير بمجتمعنا، الألعاب الإلكترونية وأيضا تأثيرها على الأطفال. احنا بنعرف أنه اللعب هو فطرة عند الأطفال وحاجة أيضا، ولكن مع بداية، خلينا نقول ببداية الثمانينات، بلشت عندنا الألعاب الإلكترونية تظهر ويكون إلها كتير تأثير على الأطفال. نحكي بالبداية عن الألعاب الإلكترونية. صحيح. صباح الخير لكل مشاهدين قناة الأردن اليوم، صباح الخير لك أسيل. بداية، موضوع الألعاب الإلكترونية هو موضوع شغل بال كتير من الأهالي بالآونة الأخيرة، فبتلاقي أنه صار يعني أنا بدي أخلي أولادي يستخدموا الآيباد أو الأجهزة الذكية أو ما بدي أخلي أولادي يستخدموا. ونيجي على يعني الكلام بشكل منطقي، في أهالي بحكي لك أنا مانع أولادي منع تام إنه يستخدم هاي الألعاب، في أهالي بحكي لك أنا مش سائل، فبيقعد الطفل معدل 6 ساعات يوميا، هذا بس بالوضع الطبيعي، ما بالك بالصيف وبالإجازات ممكن يقعد 13 أكثر. ساعة و15 ساعة باليوم، هي فترة النوم بس ممكن إنه ما يقعد. فدخول الألعاب الإلكترونية بشكل مفاجئ على أطفالنا، على الجيل الحاضر يعني صعب. هو سبب صدمة عند الأطفال. ولو تلاحظي انه بالفتره الاخيره حتى صار عزوف الاطفال عن الالعاب التقليديه مثل الليجو والالعاب التفاعليه الثانيه والفوتبول وينزلوا على الحاره. يعني زمان كنا نشوف اللعب عندهم اللي هو لعب بيبذلوا فيه مجهود بدني، حتى صحتهم غير، عم نشوفهم بيحبوا الشمس. صحيح. وقت ما شمس الدنيا عم بيطلعوا، هلا شتاء شمس صيف مو صيف أبداً. الاطفال دائما ماسكين هالموبايلات وقاعدين على اجهزه الكمبيوتر. صحيح. وهذا الشيء على فكره اثر على صحتهم، يعني شوفي انتشر هلا عندنا مرض السكري بين الاطفال، السمنه، حتى صحيح. التوحد، هذا كمان يعني العزله، التنمر. انا لما يضل ابني قاعد على الالعاب الالكترونيه اكيد ما حيحط ابني على لعبه يعني سمكه بتسبح بالمي ومسترخيه، اكيد لا، طول اللعبه حتلاقيها اكشن، طول الحركات وهو سريعه وهو اعصابه هيك ستريس بالضبط ومشدوده. وبالتالي اطفالنا صار عندهم، لو تلاحظي لو تاخذي الايباد من طفلك حيصير يصرخ لانه اصلا هو اعصابه مشدوده، صاروا متعلقين فيها مثل صحيح. جزء منهم الالعاب الالكترونيه تماما. لكن يعني انا بدي احكي لك انا ممكن اسيطر على هذا الشيء عند ابني، يعني انا كأم يعني انتبه صحيح. بالضبط، انتبه شوي لابني ايش بيلعب، انتبه للالعاب اللي عم تتنزل على جهازه الخاص واتابع هذا الموضوع. صحيح. نحكي عن تاثير الالعاب الالكترونيه. هلا اكيد كل شيء بيطلع عنا في له اشياء ايجابيه وله جوانب ايضا سلبيه. صحيح. شو الاشياء، خلينا نحكي في البدايه الايجابيه اللي موجوده في الالعاب الالكترونيه، لانه احنا بنشوف عن جيل الاطفال اللي عم بيطلع هلا كلياتهم عم بيحبوا يلعبوا هاي الالعاب، من فيها مثل ما حضرتك حكيتي يمكن الاثاره انها بتجذبهم اكثر من الالعاب التقليديه. صحيح. هو لا شك انه لازم يكون له افاده، يعني هذا هاي تكنولوجيا، هاي صحيح. علم يعني حديث. لك احكي لك الايجابيات، انه عم تخلي الطفل يفكر بمنطلق اخر، عم تخلي الطفل يتعامل مع التكنولوجيا بطريقه سلسه جدا. يعني هلا تعال شوفي، يعني رجل عمره 40 سنه او حتى الست عمرها 40 سنه ما بتقدر تستخدم الايباد او الجهاز الذكي مثل طفل عمره سنتين. صح. فرق تماما، بتلاقي اللي عمره سنتين بيقدر يكبس ويروح ويدخل ويطلع من اللعبه بشكل طبيعي اصلا، لانه حتى استخدامها صار سهل، هم هدول جيل التكنولوجيا. صحيح. يعني استخدام الطفل لهي التكنولوجيا بخليه يواكب العلم أكثر، حتى بسهل عليه عملية البحث لأشياء كثيرة. لكن يعني هذا من ناحية إيجابية، لكن من ناحية سلبية فهي مهما كان له لهذا الشيء إيجابيات فسلبياته أكثر يعني بكل تأكيد. نحكي عن السلبيات قبل ما نحكي على الناحية الجسدية عند الأطفال، على السلوكيات. احنا بنعرف ان الأطفال بسرعة بيكتسبوا أي شيء موجود حواليهم. صحيح. يعني مثلا إذا بنتك قاعدة بحدك وتلاقيكي مثلا شافتك كل يوم عم تشربي مي بصير تشرب مي. صحيح. من الأشياء الصغيرة لحتى التفاصيل الكبيرة بنشوف انه كثير الصغار بيحاولوا دائما يقلدوا ويكتسبوا. فشو بياخذوا الصغار أو شو هالألعاب الإلكترونية بتأثر عليهم وعلى سلوكياتهم؟ أسيل تعرفي انه أنا ابني لما بيجي يلعب اللعبة، ولو تشوفي هاي الحاله اللي بتلعب هاي اللعبه قارنيها بامها وابوها، يعني الام والاب اللي دائما ماسكين الموبايل و24 ساعه قاعدين تواصل اجتماعي، الابن ما بيعرف انت شو بتعملي، لكن هو شايف هاي الصوره، وبالتالي هو حيحاكي النموذج اللي قدامه، رح يمسك اي جهاز مثل الايباد تبعه الخاص فيه ويقعد ينزل الالعاب على كيفه. هلا الاشياء اللي ممكن يعني تاثر على سلوكه، ممكن يصير عدواني، لانه معظم الالعاب بتلاقيها قتل، مشاهد الدمار، حتى صور مرعبه جدا، اشكال مخيفه اللي بتلاقي ابو عين وحده، ابو دان وحده. حتى محتوى الالعاب استاذه بنشوف انه محتواها دائما انه في صراع،
أكترية الألعاب محتواها قتال وحرب، ومين بده ياخذ بالثأر، مين بده يكسب، مين بده يعني يعمل هجوم على هالمدينة. طبعا حتى المحتوى كلياته هيك. هذا الإشي بيخلي عند أطفالنا بيئة خصبة لانضمامهم لمنظمات إرهابية لاحقا بس يكبروا. فأنت لما تشوفي أطفالنا كيف بيتربوا، تعالي شوفيهم بعد 10 سنين أو 15 سنة لما يصير عمره الولد 18 سنة أو 20 سنة، هذا وين بيكون؟ لما يعني يقضي وقت شيء 5-6 ساعات يحضر أفلام رعب، بعدين يطلع بالأجهزة السمارت فونز مثلا أو الآيباد يقعد يشتغل على ألعاب كلها عنف وقتل. هذا الولد هيك بتحسيه، هيك بتحطيه بقالب يلا روح انحرف مباشرة بالضبط، يعني أنت جاهز للانحراف. فهذا الإشي إحنا كأباء وأولياء أمور أكيد الموضوع إنه مرفوض، وبالتالي لازم يكون عليه رقابة، لازم يكون علينا انتباه أكثر وتوعية من قبل المدارس كمان مش بس الأهل. أكيد ملتا بدنا نحكي كمان إن شاء الله يعني الأسئلة القادمة. خلينا نحكي كمان عن الآثار السلبية اللي على جسم الأطفال. يعني هلأ عم نشوف إنه الحركة عم بتقل عند الأطفال، مش مثل أول الصغار كانوا بنشوفهم دائما بيحبوا يلعبوا ويشتركوا حتى بالأندية. هلأ عم نشوف إنه الأعدادهم عم بتقل بسبب إدمانهم. يعني إحنا بنوصل نحكي كمان أستاذي عن إنه هاي المرحلة من الألعاب اللي بتكون مع الأطفال، مثل ما حكيتي حضرتك إنه 5 ساعات يومين هذا بالحد الأدنى، غير إذا عندهم ويكند ولا إذا عندهم مثلا عطلة صيفية. فكيف بيوصلوا لمرحلة الإدمان وكيف بيأثر عليهم من الناحية الجسمانية؟ طبعا الطفل ممكن استمرارية جلوسه على هاي اللعبة ممكن يصير عنده سمنة أصلا، يعني باي ديفولت حيصير عنده فقدان للشهية، وبالتالي حتى ممكن على الفطور على الغداء على العشاء ما يجيكي، لكن ممكن يلفت نظره السكر اللي عم ينحرق بجسمه، بده ياكل شيبسات، ياكل شوكولات، ياكل هاي الأشياء الغير مفيدة. وبالتالي بتشوفي أطفالنا اللي بهاي الحالة عندهم سمنة مفرطة، عندهم حتى يعني ممكن يكون عندهم حالات بداية سكري، ممكن يكون عندهم مثل ما ذكرت لك يعني إحدى أنواع أمراض التوحد، لأنه ممكن يكون عنده الطفل يعني قدرة أو يعني بحكي لك أعراض أمراض التوحد، أنه تعودوا يكونوا لحالهم بالضبط مش مختلطة مع الأطفال تانية. ممكن يكون الطفل عنده القدرة أو عنده يعني بدي أحكي لك بادر أنه يكون عنده مرض التوحد، لكن التزامه بهاي الألعاب وإدمانه عليها ممكن يحفز ظهور مرض التوحد بشكل ملحوظ عنده. وكيف بيأثر هذا على سلوكياتهم من حيث التعامل مع الآخر؟ اول شيء هو يعني مش حيضطر يتعامل معك لانه هو اصلا في عالم تعود آخر. انه بعالم خاص بالضبط، واذا تعامل معك بتحسي يعني سوري بالمصطلح مثل يعني شخصيته ركيكه مثل الاهبل مش عارف يتعامل معك، هو عايش في عالم افتراضي ما بيقدر يعبر يمكن ابدا حتى. ما حيقدر يعبر لك، واذا عبر حيعبر عن طريق الضرب، لانه السلوك اللي عم يمارسه اثناء اللعب اللي 6 ساعات يوميا هو عباره عن قتل عن ضرب، اكتسب الشيء العدواني بالضبط، حيصير هو ستريس دائما، فبتلاقي عنده فرط بالحركه، شو ما بده يتصرف حيلاقي. حتى بالمدرسة أقول لك أنا في أحد المحاضرات كنت عم بعملها لطلاب بالصف السابع، طول ما أنا بالحصة وهو الولد هيك بتلاقي ماسك إيده لحاله ماسك إيده عم يشتغل مثل كأنه عم يسوق سيارة باللعبة، عايش الأجواء اللعبة بالضبط، وبدعس بنزين برجله وبيطلع أصوات يعني من تحت الدرج. لحتى أنا انتبهت له وبعد الحصة وأنا بحكي معه الولد عايش في عالم آخر، هو حتى مش مدرك تماما انه هو هيك عم يعمل، ما عندهم ادراك لساتهم صغار. يعني انا بشوف اولاد اختي كمان بتلاقي مثلا ماسك بايده شيء لعبه او حتى الدفتر بلفه بايده وبيعمله مثل كانه مسدس وبيطلع صوته بيلحقنا بالبيت. فقديش هم مكتسبين هذا الشيء بدون ما يكون عندهم وعي. كمان استاذ اسيل بعض الاطفال بيصير عندهم صوره ذهنيه انه انا باللعبه بقدر اقفز من مثلا من الطابق ال100 من الطابق ال20 بقلدوا الشيء، بالتالي هو بصير عنده يعني قابليه تماما انه عنده صوره الموت، انه ولا ايش ما في ايش اسمه موت، او ممكن اموت وارجع اعيش مثل ما عم يعني عادي بعمل ريفرش للكاركتر تبعي وبقدر اوقع اموت وارجع اعيش. فبتلاقي هلا في احصائيات بتقول لك 13 حاله انتحار سنويا بالجزائر بسبب نمذجه الاطفال لافلام الكرتون او حتى للشخصيات اللي بيلعبوا فيها وبيحاكوها بالالعاب الالكترونيه فيها. لانه خلص هو حب يقلد هاي الشخصيه عجبته، حتى هو بيلبسها بالطريقة المناسبة، ما بقدر يميز يمكن أنه بين الخيال وبين الواقع. يعني شفنا طبعاً أستاذ اللعبة البوكيمون جول اللي انتشرت، هي أشياء خيالية عم بتكون على أو شخصيات بيحطوها بأرض الواقع. صحيح. قديش شفناها الناس يعني حتى الكبار كمان أكثر من الصغار أخذت عقولهم وفعلا عاشوها وماشيين. أنا أشوف بالشارع ماشيين عم بيلعبوا فيها، بالمحاضرات عم بيلعبوا، حتى منهم حكوا أنه بدقوا عليهم بالبيت أنه افتح البوكيمون عندك بالضبط. يعني
يعني هذا هوس يعني، عرفتي كيف؟ لكن لا لازم ضبطه، برجع بحكي في كل نقطة لازم ضبط هاي الأمور، إذا ما كان أنا عندي يعني كنترول للموضوع الدنيا حتسيب. أكيد. وفي كمان أستاذة لعبة الحوت الأزرق، قديش صار عليها ضجة كتير كبيرة، مش بس بالعالم العربي، بالعالم كامل. صحيح. وبتعرفي تفاصيلها كاملة، وإنه شو 50 يوم اللي بينعطى للطفل، وشفنا حالات انتحار ارتبطت فيها وحطوها أخبار إنه فتاة بالجزائر انتحرت، طفل في السعودية وإلى آخره من هاي الأخبار. نحكي شوي عن هاللعبة اللي عملت هالضجة الكبيرة. تمام أستاذ أسيل، موضوع لعبة الحوت الأزرق، يعني أنا بالفترة الأخيرة صار لي شهرين منكبة على دراسة موضوع الحوت الأزرق، لأنه قلت لك يعني أنا بأحد الجلسات العائلية بتخبرني واحدة، يعني أحد الأمهات تحكي لي إنه ابنها ما عم ينام طول الليل، وصار له أسبوع كامل مش قادر يطلع على المدرسة، وبينام عندها بأوضة النوم، يعني هيك تفاصيل مرعبة. فلما حاولت أحكي مع الولد يعني بأسلوب حباب وحبيبي وكذا، وشو السبب، اكتشفت بالآخر إنه هو خايف من مريم تطلع له، هاي مثل الحوت الأزرق لعبة. فأنا وقتها صفنت، مين مريم؟ فبيحكي لي لعبة مريم هاي بتطلع تحت السرير بتطلع، يعني هو عم يرجف حتى عم يحكي لي وبقول لي وطي صوتك عشان بلا ما تسمعنا. فقلت له مين حكى لك انت لعبت لعبة مريم؟ قال لي لا بس اصحابي قالوا لي. يعني شوفي كل هاي الفوبيا هو مو لعبها، لو لعبها شو لو لعبها. صحيح. يعني صار له اسبوع بهذا الرعب وهو لسه مو لعبها، بينام وما فقط نقلا عن اصدقائه، هو طفل بالصف الاول صغير. فمثل لما انا روحت قلت لك قعدت اعمل سيرش في الانترنت واشوف ايش هذا موضوع لعبه مريم، فلقيت بالطريق تقارير اخباريه، على فكره قنوات كبيره يعني صرحت فيها بلعبه الحوت الازرق انه في حالات انتحار بروسيا وبفرنسا وبمصر، كلنا سمعناها. فقعدت ابحث مؤخرا، ما في صار لي اسبوع، اكتشفت في موقع اسمه سنوبس، يعني يا ريت المشاهدين المهتمين بهذا الموضوع يدخلوا ويشوفوا هذا الموقع سنوبس. هذا الموقع بيجيب الاخبار اللي بتنتشر على شكل عالمي وبيحطها وبيحللها بشكل مفصل، ويعني يقيم عليه خبراء صحفيين انه يتاكدوا من مصداقيه الاخبار المتداوله، يحللوها كامل، ياخذ الخبر ويحللوه. ففعلا انا لما دخلت على الموقع اكتشفت انه حتى يعني بحط لك انه الخبر اذا كان خاطئ كامل بيعود لك فولس، يعني بالاحمر حاطين الخبر بالاصفر انه هو اصلا غير مثبت وليس له وجود. كل هالضجه، كل البروباغندا اللي صارت والاخبار اللي نحط عليه حتى بمواقع يعني عربيه ومحليه عالميا حكى عن لعبه الحوت الازرق وما لها يعني وجود، ابدا ما لها اي وجود. وانا بتحدى كل حدا من اللي طلعوا عملوا التقارير يدخل على الاب ستور ويلاقي لعبه الحوت الازرق بنفس المضمون. الحوت الازرق شو هي؟ هو عباره عن كونسبت، مفهوم، عباره عن مفهوم بينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على فكره ممكن سناب شات، ممكن فيسبوك، ممكن في كي، هاي مواقع التواصل الاجتماعي اللي منتشر بين أولادنا. عادي، هي عبارة عن جروبات بدخلها الطفل بينضم إلها أو بتابع شخص متهور على سناب شات مثلا وبيقعد يحكي لهم اليوم بدنا نعمل كذا واليوم بدنا نعمل كذا، بجروهم في البداية يعمل بالضبط. فبيعطوهم يعني أنا كطفل بدي أشعر بي، إذا كنت ولد بدي أشعر برجولتي أو أهميتي مثلا، بالضبط. أنا يعني مو لاقي وجودي بالبيت أو مو لاقي وجودي بالمجتمع، فبلاقي نفسي بالعالم الافتراضي اللي حطيت نفسي فيه. وبالتالي بيجي الادمنز إذا كان ما شاء الله يعني ابن حلال كتير، فبصير يحكي لك مثلا إنه اليوم بدنا نعمل كذا، اليوم يلا نحضر الفيلم، اليوم بدنا نطلع مشوار فلاني، اليوم بدك تسوي كذا. وصحيح إنهم بيعرفوا أسرار عن الناس المشتركين معهم ليهددوهم، وهي يعني نفسها شوفي أحكي لك لا هذا الموضوع ما في منه، ما في منه. لكن إذا وصلتي لمرحلة إنه عندك الادمنز تبع هذا الجروب عنده يعني صلاحيات عالية وخبرة هائلة بالهاكر، ممكن يأخذ الاي بي تبعك. بس يعني عفوا، هو بده يلاحق مليون مستخدم عشان يروح يقتل امه ولا ابوه مثلا؟ لما منطقيا يعني لو الواحد يفكر فيها اكيد يعني حس انه في شيء غلط. انا جربتها هي لعبة مريم، وبالاخر بتقول لك اذا ما بتعملي كذا راح اقتلك. يعني صار لي تقريبا 3 أسابيع عم جربها، ما شفت مريم طلعت لي. فبس هاي الفكرة بالموضوع. تمام استاذة، بالنهاية حابين احنا نحكي عن دور الاهل التوعوي ودور المدارس. احنا بنعرف انه اكيد الامهات يعني ما بيقدروا يضلوا 24 ساعه قاعدين عم بيراقبوا اولادهم، يعني انا هاي اسلوب المراقبه صراحه انه شو عم تعمل، وريني شو عشو بتحضر، افتح لي اعطيني موبايلك، هذا بتحسي انه مع هذا الجيل ومع التكنولوجيا ما بيزبط وما بينفع. ونحكي كمان عن دور المدارس بشكل سريع، كيف بتوعي الاطفال. تمام استاذه اسيل، موضوع البروباغندا اللي انتشر بالاخر عن الحوت الازرق
اعطاكي اعطى للاهالي تقارير بطريقه مشوهه، وبالتالي هلا بيجي اي اب بعد الحلقه بشوفنا بيمسك موبايل ابنه، اذا ما لقى الحوت الازرق خلص بيطمن ابنه بخير، ما بيعرف انه اصلا ما في شيء اسمه حوت الازرق، صحيح. ولا في شيء اسمه هاي، في بمسميات تانية بمفاهيم تانية. فانا كأهل لازم أكون على وعي تماماً، أنا ابني على السوشيال ميديا عن شو بحكي، مع مين بتواصل، مع مين كذا، وهلم جرة. لكن أنا بدي ألاقي حلول، ألاقي بدائل لابني، ألتحق بأندي رياضية، نلعب كرة، حتى نقضي أوقات مع بعض بالبيت، نحضر سينما مع بعض بالبيت، يكون علاقة أكثر، يعني العلاقات الأسرية تكون أقوى مع الأطفال. بالضبط، أنا كأم لازم أكون أعرف سلوكيات ابني، مو خمس أترك ابني 50 يوم بعدين تتغير سلوكه وبعدين أحكي لك. ما في طفل بقبل على انتحار بعد 50 يوم من السلوكيات، لو بتقول لك انه صار يطلع لحاله يمشي بالليل والام مش دريانه في هاي الحاله، روحي انت انتحري، مش صحيح. ابنك يعني لازم هون لازم تكون دور الامهات والاباء، يعني انهم بيلاحظوا على اولادهم اي شيء تغير بسلوكياتهم، صحيح. حتى المعلمات بالمدرسه يا ريت انه ينبهوا الاطفال وينتبهوا، لانه عم يتناقلوا مع بعض، فانه ينتبهوا المعلمات انه نبهوا اطفالكم. يعني برامج الحماية ريت على الآيباد يكون فيه، على الأب ستور باسورد، حتى أنه ابني ما ينزل اللعبة اللي بده إياها قبل ما أنا أطلع عليها، وبنفس الوقت لما يكون على سناب شات أو على الفيسبوك أو أي موقع تواصل أعرف ابني مع مين عم يتواصل، وإذا شفت أي تغيير على سلوكه دايركت أنتبه لهذا الموضوع وأحاول أحلله. نشكر حضورك وتواجدك معنا، نتمنى لك بقية يوم سعيد. شكرا. الباحثة المتخصصة في الإعلام الموجه للطفل والقضايا التربوية تسنيم خمر، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لحلقتنا لليوم، ونقرأ عبارة اختارناها زميلنا معاذ: إذا أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم فعلينا أن نبدأ بتعليم الأطفال. مشوارنا بحديث اليوم خلص، ولكن العديد من البرامج عبر قناتكم الأردن اليوم، كونوا معنا بأمان الله، أهلا وسهلا.